انتظار الجلسة الانتخابية للمكتب الجامعي لكرة القدم واللي تقرر تاريخها يوم 31 مارس الجاري، تتواصل الحملة الانتخابية للأربع قائمين خلفا للمكتب الجامعي الحالي اللي عرف عدد صعوبات كانت أبرزها استقالة علي الحفصي والويكلو اللي تسبب في تدهور الموارد المالية للأندية. ما خليناش سلبيات، خلينا كل الإيجابيات، والإيجابيات يفوقوا كثير الكثير السلبيات. والظروف إذا كان فما مكتب جامعي بخلاف هنا ما كانش تكون يعمل هالإيجابيات هذه، خاصة في المدة اللي نعرفوها هذه من بعد الثورة المجيدة لليوم. احنا خارجين وخلصنا الناس الكل وعندنا فلوس، حتى اللي خاص من فلوس داخله من هنا تقريبا بيجي 15 يوم باش نخرجوا، معنا حتى فرنكي يحب من عندنا البنك. انا نحترم سي طارق والاخيه اللي معاه، لكن الناس تعرف اذا كان المكتب الحالي فاشل ولا ماهوش فاشل، نخلي الحكم للجمهور الرياضي. القائمه المترشحه كانت تحولت لعدد جهات ونظمت ندوات صحفيه واجتماعات برؤساء الانديه، وذلك في اطار حملتها الانتخابيه لكسب اكبر عدد ممكن من الاصوات. برنامجنا يعمل على اولا المساهمه في العرس وارساء تقاليد ديمقراطيه من خلال وجود تنافس بين مختلف القائمات. اثنين، انه المبدا الاساسي اللي قلنا نعتمدوه هو انه معالجه الاشياء تتم بالتشاور المسبق من خلال اللجوء الى النوادي والاتصال بهم قبل كل جلسة عامة حتى يتمكنوا من المساهمة في إيجاد تصورات، لأن المسؤول عن النادي هو يكون مباشر على المكان، سواء كان بالنسبة لكرة القدم الهاوية وكرة القدم المحترفة. أي أن هدفنا أنه يعايش الإصلاحات، ما تكونش مملات عليه من فوق حتى يسهل بعد ذلك تطبيقها ويكون قابلها أكثر. مسؤولية كبيرة على القائمات الأربعة، ولكن المسؤولية مش من الجسامة اللي تصورها، باعتبار أنه ثم أبجديات موجودة في الجامعة التونسية لكرة القدم منذ القدم، وثم حاجات تتبشر بكل خير، وثم يعني باش نبنيو على برشا حاجات إيجابية، وأكيد أنه باش نصلحوا برشا حاجات سلبية. ماناش باش نبداو تحت صفر، ثم حاجات ثابتة في الجامعة، وثم إنجازات طيبة، وثم هيك المنظمة أكيد ثم بعض الإصلاحات وبعض الإيضاحات وبعض التمشيات وبعض الآليات والإجراءات الجديدة اللي بمرور الزمن تصبح ضرورية نظرا لتطلعات الجمعيات. البرنامج فيه عدة محاور، محاور عاجلة ومحاور آجلة. الأهداف هي نجاح كرة تونسية بالأساس، وخاصة تكوين الشبان. اليوم مفتقرين للشبان في كل المجالات. بالطبيعة الفرق التونسية ما عادش عندها مشاركات في صنف الشبان. فرق الأكابر إمكانياتها معناها متواضعة، نتائج محدودة جدا. كرة القدم النسائية بكل أسف معناها غايبة. كرة القدم داخل القاعات بقطع نظر على الدورة اللي نظمت أخيرا معناها في إطار الثورة ونظمتها ليبيا، بحيث معناها ما فماش نشاط على المجال هذايا. هذه كلها تجعلنا معناها نتعظ. برنامج يكاد يراجع كل ما هو فيه اعوجاج وكل ما فيه نقص في كرة القدم التونسية، من ناحيتها القانونية والترتيبية، من ناحيتها التنظيمية الإدارية، من ناحيتها الفنية المنتخبات، معناتها ناحيتها التحكيمية، من ناحيتها المنتخبية، من ناحيتها الإعلامية. خلال الحملة الانتخابية هذه تداولت جملة من الأقاويل والإدعاءات كميل سلطة الإشراف لقائمة على حساب أخرى أو شراء الأصوات. نسعى بطبيعة الحال من خلال اتصالنا بالفرق اللي هي معنية بالأمر على أساس أنها تختار بكل استقلالية. وأنا نقول لك بصراحة نتمنى حظ سعيد لكل القائمات، هم كل خيانة فهمتني. إلى حد الآن حسب رأيي كانت العملية تم يعني في حدود المعقول. الإنسان يتحدث على برنامجه موش باش يجي باش يتحدث على الناس الأخرين أو على البرامج الأخرى، كل واحد يدافع على برنامجه. ماذا بنا الجمعيات كل تختار بكل استقلالية وبكل مسؤولية حتى يكون الهيكل عنده يعني أساس قوي، الهيكل الجامعي اللي باش يخرج، القائمة اللي باش تنجح يكون عندها أساس قوي وعندها يعني الشرعية اللي تمكنها بالعمل في كل أريحية. القائمة تاعنا في قراءة أولى مجردة فيها كفاءات محترمة، ما نشككش في القائمات الأخرين ولا في الكفاءات نتاعهم، أما نقول لك ما نحبش نحكي على المسنود وغير المسنود. احنا نقول له ثم برنامج، ثم رجال، وثم وعود، وإن شاء الله الصندوق يفز مخير بكل روح رياضية.
نذكر لكون سلطة الإشراف لها دور محايد كلي ولها أعمال كثيرة وتشرف على الشباب والرياضة في نفس الوقت، ولكن احنا كقائمة صحيح في وقت ما كان الأخ طارق ذياب كان كرئيس وكنت شخصيا كنائب رئيس، ولكن بحكم تكليف السيد طارق ذياب كرئيس قائمة كوزير الشباب والرياضة بالطبيعة وصلت أنا رئاسة القائمة، ولكن من المجموعة السابقة اللي كنا مع بعضنا بقاو ثلاثة وأربعة أشخاص، بحيث ماذا بينا نبقاو بعاد على الاتيكات هذه تابع سي طارق ولا مدعم من سي طارق. الكلام والكواليس الكل هالدور نحن نعاونوا على معناتها الحس نتاع الأندية ورؤسائها ونعاونوا على تصويتهم ومعرفتهم بالأشخاص، على خاطر حتى في الانتخابات المجلس التأسيسي كانت برشا أحزاب سابقة في الترشح واحتلت المقاعد في المجلس التأسيسي، ومن بعد مفات الانتخابات شفنا النتائج كيفاش كانت. العديد يدعيوا أنه الإعلام ممكن يخدم مصلحة قائمة على حساب قائمة أخرى، ولتوضيح النقطة هذه سألنا رؤساء القائمة المترشحة. الإعلام ضروري أن يكون دائما متواجد وعنده بالأساس دور إيجابي، دور إيجابي في إنجاح هذه التجربة الديمقراطية. كيفاش؟ أنه يحاول أنه يتعرض للمسائل بكل حيال. ما شاء الله وسائل الإعلام متوفرة بعدد كبير، كل القائمات كانت على ذمة الإعلاميين بصفة عامة مهما كانت يعني وسائل الإعلام بصرية أو سمعية أو مكتوبة، وإذا بينا الإعلام ديما ينقل الفكرة كما هي بدون يعني أن يتم يعني الاتجاه أو التأكيد على اتجاه معين دون غيره. ما تنجمش تجرد الإعلامي من شعوره، ساعات سبحان الله الإعلامي مهما يكون ناتر معناها شعوره تجاه الشخص أو تجاه قائمة أو تجاه برنامج معين يكون ميال، وما نجموش احنا اليوم معناها الاعلام نتاعنا يكون صامت برشا. اكيد انه ثم اعلاميين عندهم قوائم يرتاحوا لها من حيث علاقاتهم بالاشخاص وثقتها فيهم ولا من حيث قناعتهم بالبرنامج. احنا اللي نطلبوه من الاعلام انه معناها حتى وقت ما تعجبوش قائمه يتصرف بشكل حضاري، تبقى انه يكون ميال القائمه ولا الاخرى، هذا قانون لعبه واللي يلعب احنا بلغه عاميه من غرج معناها. انا عندي ثقه في الاعلام، اعلام تونسي، اعلام نزيه، اعلام مسؤول، اعلام واعي، محايد كذلك. نعرف القناعات الشخصية حاجة، ولكن المسؤولية اللي يميز الإعلام التونسي هي المسؤولية، وخاصة التحرر والمسؤولية بعد الثورة. الإعلام هو ساعة مبدئيا لازم يكون طرف محايد، على خاطر ما ثماش علاش باش يخدم قائمة دون أخرى ولا يقرب القائمة أكثر من قائمة أخرى، لأنه في الأخر هو شريك للشخص اللي موجود باش يكون موجود في المكتب الجامعي. وبطبيعة الحال إذا كان ثم إنسان انحاد على المسار هذايا نعتبروه شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. اليوم نتمنى ونتصور للإعلام قاعد قائم دوره وقاعد يغطي في الدورات نتاع الحملات الانتخابيه نتاع القائمات الكل، من خلال معناتها المداخله هذه نتمنى التوفيق وان شاء الله يقوم بواجبه بحياد المطلوب. عرس كروي تعيش تونس اليوم في كنف الديمقراطيه والنزاهه، لكن المهم ليس الوعود فقط بل تطبيقها على الميدان، خدمه لكورتنا اللي عرفت في الاونه الاخيره تدهور نسبي.